نحن نقول اليوم أن حركة الجهاد الإسلامي أصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه. نأمل اليوم وبمناسبة هذه الذكرى أن تكون الرسائل التي ترسلها هذه الحركة رسائل وطنية جامعة كما تعودنا منها، لأننا نعرف أن حركة الجهاد الإسلامي هي القاسم المشترك بين كافة الفصائل والتنظيمات. اليوم نتذكر شهداء وأسرى وجرحى هذه الحركة، وهم جزء من شهداء وأسرى وجرحى فلسطين. نبارك لهم ونتمنى لهم أن يكونوا ضمن النظام السياسي الفلسطيني بكافة أشكاله. في الذكرى 36 لانطلاقتها الجهادية، أن سرايا القدس تتقدم أكثر كثير في قدراتها العسكرية أمام تراجع الاحتلال الصهيوني وقوة ردعه، وتؤكد على أنها على أتم الجهوزية للدفاع عن أبناء شعبها، وأن هذه الحشود الجماهيرية التي جاءت تشارك الجهاد الإسلامي في انطلاقته هو تأكيد على انحياز الشعب الفلسطيني إلى حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية. نبارك بالتحية والتهاني والتبريكات الحارة لكل حركة الجهاد الإسلامي، قيادة وكوادر وأعضاء، وعلى رأسهم الأمين العام الأخ المناضل زياد النخالة، لنؤكد على وحدة الهدف والمصير، ولنؤكد أننا سنبقى معا وسويا في خندق المقاومة، خيار شعبنا، خيار العزة، خيار الكرامة، حتى كنس وزوال الاحتلال.